مرحبا، كيفكن؟ رجعت لكم اليوم كمان مشان نحكي سوا حكايات جديدة. أتمنى تكونوا اشتقتوا لي، أنا اشتقت لكم خلال الأسبوع الماضي وناطر يصير وقت لحتى أرجع مشان أعمل فيديو وأحكي لكم فيه حكايات جديدة ومسلية. بتمنى أنكم تكونوا عم تستفيدوا بهذا الوقت اللي نحن قاعدين فيه كلياتنا. هلا أهم شيء بهذا الوقت اللي نحن قاعدين ما ننسى إنه لازم نقرأ وندرس ولازم نهتم بحالنا ونبقى عم نغسل ايدينا منيح وما نلمس اي شغلات برات البيت ما بنعرفها. اذا طلعنا برا البيت شوي لعبنا بالشمس او شفنا شوي الجنينة اللي حوالينا او تمشينا بالطريق ما لازم نلمس بايدينا شغلات ما بنعرفها. واول ما نرجع على البيت لازم نغسل ايدينا فورا، نغسلها منيح منيح بين الاصابع، كلهم هدول لازم نغسلهم منيح لحتى يروحوا كل الفيروسات وكل الجراثيم اللي موجودة على ايدينا اللي ممكن انه احنا نجيبها من برا البيت. وبقلب البيت لازم نستفيد من وقتنا بانه نحن نقعد نقرا ندرس ونلعب شغلات مفيده. هلا انا رح احاول اتسلى معكم شوي ونقرا اليوم كم قصه مهضومه وحلوه بتمنى انها تعجبكم. اول قصه رح نكمل فيها مع رفيقتنا اللي حكينا قصه المره الماضيه واللي هي كيندا، او بالالماني مثل ما حكينا كوني. رح نقرا اليوم كيف كيندا ورفيقها رح يعملوا البيتزا. شو رايكم؟ القصة اسمها كيندا تصنع البيتزا. تحرك كيندا الطعام في صحنها قائلة: البطاطا المسلوقة مع السبانخ، أنا لا أحب هذا الطعام. فقالت الأم وهي تحاول إطعام الصبي الصغير أخوها لكيندا: لماذا لا تقومين بإعداد الطعام بنفسك؟ فأجابتها كيندا: سأفعل ذلك غدا مع صديقي سالم، إنه يتقن صناعة البيتزا. هاي كندا، هاي أخوها الصغير وهاي ماميتا قاعدين سوا عم يأكلوا. فاتفقوا إنه بكرة رح يجي سالم يزورهم. كندا اتصلت بصديقها سالم وسألته أن يأتي غدا بعد المدرسة ليقوما بصناعة البيتزا سوية. ويجب على سالم طبعا أن يستأذن أمه لكنها ليست في المنزل، وعندما تعود سيستأذنها ويأتي. بعد ساعة دق سالم الجرس وبيده خلطة البيتزا وكتاب لتعليم الطبخ. دهشت كيندا، أرادت أن تصنع البيتزا غدا، لكن سالم قال لها: يجب أن نتأكد أن كل المكونات التي نحتاجها موجودة. هي لما حكوا مع بعض وهي سالم إجا وجايب معه الأغراض كلها مشان يأمنوا أنه كل مكونات البيتزا موجودة، مشان ما يبلشوا بساوات البيتزا ويكتشفوا أنه في شيء ناقص. فنظرت كيندا وسالم في كتاب الطبخ لمعرفة مكونات البيتزا. شو لازم يجيبوا أغراض للبيتزا؟ فيكن أنتو تعدوهم؟ تعالوا نعدهم سوا. إذا بدنا نعمل بيتزا بالبيت شو الأغراض اللي لازم تنا؟ أول شي بدنا كاتشب، طماطم أو بندورة، فليفلة، جبنة، قطع من اللحم إذا بتحبوا تعملوها مع لحم أو بدون لحم فما في داعي، يعني مرتديلا. بدنا زيتون وبدنا خلطة عجينة البيتزا صوص مشان نحن نحرطها على وجهها للبيتزا. فأخذت الأم تتأكد من وجود المكونات. فتحت الأم خزانة المطبخ وصارت تشوف إنه في عندهم زيتون، في عندهم كيتشب، في عندهم الأغراض اللي لازمة لمسوات البيتزا. حسنا، كل شيء موجود، على سالم أن يعود إلى البيت ثم سيأتي غدا لكي يصنعوا البيتزا. راح سالم على البيت وتاني نهار بعد المدرسة رجعوا سوا على البيت لعند كيندا وبلشوا يشتغلوا. في اليوم التالي وصلت كيندا وسالم سريعا إلى البيت وبدلا ملابسهما، لكن الأم قالت: رتبا ملابسكما واغسلا أيديكما أولا. أول شيء بنعمله بس نرجع من البيت أنه نحن لازم نغسل إيدينا فورا. وضعت كيندا خلطة عجينة البيتزا في وعاء كبير وأخذت تعركها بيديها قائلة: ما أحسن ذلك. فضوا الطحين والأغراض المكونات اللازمة، حطوها بقلب الطنجرة وبلشوا بإيديهم سوا يشتغلوا. أول شي كيندا وبعدين ساعدها. مسكت كيندا الخلاط وبلشت تحرك الطحين وضافوا له المي مشان يبلشوا العجين. بعدين بلشوا بإيديهم يشتغلوا شوي شوي. أعد سالم قدرا من الماء ثم أضافه إلى الخلطة. قامت كيندا بخلط العجينة والماء بالخلاط الكهربائي وبسرعة أصبح الخليط سميكا. يجب أن يعرك العجين مرة أخرى. فأخذ سالم يعلم كيندا كيف تفعل ذلك بإيده
بعد ما منحركه بالخلاط كهرباء نبلش بإيدينا نعجنه شوي شوي. فأخذت كندا تحرك العجين وتغني، لكنها بدأت تتصبب وعرقا متعب. الشغل بالإيد خلي الواحد يشوب ويتعب. فمدت يدها لتبعد شعرها المنسدل عن جبينها، فعلق بعض العجين بشعرها. بدت كندا منهكة تماما، وأخيرا أصبحت العجينة جاهزة. ذاق سالم وكندا طعمها، إنها ليست حلوة مثل عجينة الحلوى، لكن لا بأس بها. شايفين عم يحضوا بالأغراض كلها، عجنوا بإيدهم وجهزوا. لقد استبد بهما الجوع، الشغل بخلي الواحد يجوع، فحسوا أنهم هن جوعانين وعطشانين. حسنا، يعود المرء من المدرسة فيجد الطعام جاهزا، لكنهما لا يستطيعان استريحا الآن، لابد أن يقوما بتقطيع الخضروات. لم تستطع كندا تقطيع الطماطم في بادئ الأمر، لم تخترق السكين قشرتها واندثق منها العصير فشوه منظرها. ستتولى كندا تقطيع الفليفلة وتترك الطماطم لسالم. تعرفوا البندورة شريطة آسيا، بدك سكين حدة وتحسها شوي شوي مشان تقدر تقطعها ولا بتنتزع. وضع سالم العجينة على الطاولة، وتولت كندا تسوية قطعة وتحويلها بعد ذلك إلى قطعة دائرية مستعينة بالكأس. فردوا العجينة وجابوا الكأس وبلشوا يقطعوها دوائر دوائر ويحطوها بالصينية مشان بعدين يحطوا فوق الصوص. فوضع سالم بعض الزيت على لوح الخبز، يعني الصينية اللي بنحطوها بالفرن، دهنوها بزيت مشان ما تلزق العجينة تحت، وعلى القطع العجين الدائرية. ثم قاما كلاهما بوضع الكتشب على قطعة العجين. هلا فيكم تحطوا كتشب وفيكم تحطوا صوص بندورة، دهنوها شوي شوي. يقومان الآن بصنع وجوه مضحكة، صاروا يحطوا المكونات ويعملوها، حطوا الزيتون بندورة ويرسموا قطعة اللحمة، يعملوا سمايلي فيس، وجه عم يضحك وجه عم يبكي، عم يتسلوا وعم يلعبوا. إنهما يقومان بصنع وجوه مضحكة، قطعة من الفليفلة الحمراء تمثل الفم، قطعتان من الفليفلة الخضراء تمثلان العجين، وقطعة لحم تمثل الأنف، أو قطعتان من الزيتون للعينين. وأصبحت الآن قطع البيتزا جاهزة، يجب وضعها في الفرن على ألا تتعدى حرارته 200 درجة مئوية. نشعل الفرن ما لازم يكون عالي كتير ولا بتحترق البيتزا. وعندما أصبح الفرن ساخنا، أدخلت الأم البيتزا، فقال سالم: يمكننا معرفة أن البيتزا قد أصبحت جاهزة حين يذوب ما عليها من الجبن. بعد دقيقتين لم يتغير شيء، كانوا عم يستنوا لازم الجبن تذوب وتغطي قطعة البيتزا، بس ما صار شيء. فأخذت كيندا تضع الأطباق والكؤوس على الطاولة، وساعدها سالم فوضع بجانب كل طبق سكينا وشوكة، وبلشت الريحة تطلع من قلب الفرن. رائحة لذيذة، أصبحت البيتزا جاهزة. ساعدتهما الأم في إخراج اللوح الساخن، الصينية بتكون سخنة كتير بالفرن، فإذا بدنا نطالعها بدنا ننتبه. أول شيء لازم نمسك بإيدينا فوف تبع المطبخ أو النزلات قطعا مشان نمسكها ما تحترق إيدنا، أو نطلب من أهلنا يساعدونا بأنهم هن يطالعوها من الفرن ويفضوها، لأنه بتكون حرارتها كتير كتير سخنة وهي طالعة من الفرن. إن طعم البيتزا رائع وأفضل بكثير من طعم البطاطا المسلوقة والسبانخ، هيك قالت كيندا. فقالت الأم: بقي أن تقوما بغسل الأطباق وتنظيف المطبخ وترتيبه. فقال سالم إنه مضطر للذهاب إلى المنزل لأنه تأخر. أما كنتا فتذكرت أن عليها واجبات منزلية كثيرة، إذن يجب أن تقوم الأم بأعمال غسل الأطباق والترتيب وحدها. فقالت كيندا: حسنا، في الأسبوع القادم سنعد المعكرونة اللذيذة. وراحت لحتى تكمل دروسها، وتركت ماميتها بالمطبخ لحالها عم تساعد بتنظيف البيت وترتيبه بعد ما اشتغلوا هي وسالم وعملوا البيتزا. وتوتي توتي خلصت الحد توتي. هلا اذا بدكم انتم تساووا بيتزا بالبيت او بدكم اي شيء تطبخوا، لازم تنتبهوا انه بعد ما تخلصوا شغل لازم انتم اللي تضبوا كل شيء عملتوه بالمطبخ وتنظفوا اي شيء بتعملوا حواليكم. يعني بالنهايه ماما أو بابا إذا عم يساعدونا بالمطبخ فكمان هنين عم يساعدونا ونحن لازم نساعدهم. فلازم بعد ما نخلص نرتب حوالينا ونضبضب شوي شوي وننظف اللي ساوينا، صح؟ شو رأيكم؟ موافقين؟ طيب هلأ رح ننتقل لقصة تانية، وهي قصة لولو. لولو يلي ما كانت تحب تقول كلمة نعم. القصة اسمها
نعم الكلمة العجيبة. لولو طفلة ذكية ومشاغبة قليلا. أي هي لولو؟ فائت من النوم الصبح. كانت لولو مشاغبة شوي، وكانت دائما بتحس انه اذا قالت لا ناين احسن ما تقول يا نعم. كانت كل ما طلبوا منها شغلة اهلها قال لهم لا، ليش ما بعرف ولا هي بتعرف، بس كانت تحبها لهالكلمة. تحب حرف اللام؟ يمكن لانه اول حرف من اسمها لولو. استيقظت لولو ذات صباح وذهبت مباشرة إلى غرفة الجلوس حيث يجلس والدها، فقالت لهم صباح الخير يا ماما ويا بابا. فأجابتها الأم صباح الخير يا أميرتي، وأجابها الوالد صباح الخير يا عزيزتي. ثم سألتها أمها هل غسلت وجهك وأسنانك؟ فأجابت لولو لا. لكن لماذا يا عزيزتي؟ سألتها الأم. فهذا أول ما يجب أن نقوم به صباحا كي يبقى وجهنا جميلا وأسنان بيضاء ونظيفة. حسنا سأفعل ذلك. عملت حالة لولو راحت بشان تغسل، فندهت لها الأم وقالت لها هيا الفطور جاهز. فقالت لولو لا أريد، ما بدها تفطر. فقالت لها الأم لكن الفطور وجبة أساسية ويجب أن تتناوليها كي يبقى جسمك سليما وقويا. قامت ردت عليها لولو لا لا أريد، سأشاهد التلفاز الآن. ضايقت أم لولو، ليش هيك عم تحكي؟ قالت لها آسفة يا عزيزتي، لن أشغل التلفاز قبل أن تتناولي فطورك. وافقت لولو وراحت لحتى تفطر. قبل أن يذهب والدها إلى العمل طلبت الأم من لولو أن تحل فروضها وأن تحضر دروسها، لكن الإجابة طبعا كانت لا ما بدي. ذهبت بابا وماما إلى العمل مستائين من كلمة لا، لأن لولو أتعبتهما بهذه الكلمة. في الطريق إلى العمل فكر الأب والأم بطريقة لتغيير سلوك لولو. هي لولو وهي بابا وماما رايحين على الشغل، ولولو قاعدة كل ما طلبوا منها شغلة بتقولهم ما بدي. ففكروا كيف فينا نغير هاي الطريقة. وصلوا لحل. شو هو؟ رح نشوفه هلأ سوا. لما عاد إلى المنزل ظهراً أعدت الأم طعام الغداء ونادت لولو، لكن لولو كالعادة قالت لا لا أريد. فأجابت أمها حسنا يا حبيبتي كما تريدين. استغربت لولو من رد أمها لكن أعجبها، طالما هي ما رحت أوكي. بس غريبة هي أول مرة ما بتناقشها أمها، مجرد ما قالت لولو لا ما بدي وافقت لأم أنها هي ما تأكل، بس يلا هي بدها تكمل لعب ما بدها تقوم. بعد ساعة تقريبا شعرت لولو بالجوع، جوع شديد، لكنها لم ترد أن تخبر أمها، فهي طبعا ستقول لها أنها كانت مخطئة عندما قالت لا. فقررت لولو أنه هي ما تحكي، تتحمل الجوع بعد شوي بيصير العشاء. دخلت لولو بمفردها إلى المطبخ، سكبت الأكل لأنه كان بارد، حطت الأكل بالصحن، حاولت أن تأكله لأنها جوعانة، بس كان بارد وما بتقدر هي تسخن لأنها صغيرة، وما بدت إلا لماميتها أنه أنا جوعانة. قامت تحملت الجوع فعادت إلى غرفتها لتلعب بألعابها. عندما حان وقت العشاء دعتها أمها، لكنها وبتسرع شو ردت؟ صح، قالت لا لا أريد. أوف. لأنها هي جوعانة، ليش قالت لا؟ نسيت، لأنها هي متعودة فورا شو ما قالوا لأهلها بدون ما تفكرت إنهم لا ما بدي، وهذا الشيء ما كتير منيح وما كتير ظريف. فكروا فيها. أجابتها أمها كما تريدين يا عزيزتي. استغربت لولو، لم يعجبها هذا الجواب لأنها جائعة، وإذا قالت أنها جائعة ستخبرها الأم بأنها كانت مخطئة لأنها قالت لا، لكنها لا تحب أن تقول نعم. حسنا ستنتظر أن تسألها أمها مرة أخرى إن كانت ستأتي للأكل، لكن الأم لم تسأل. يعني ظلت لولو رغم أنها جوعانة ما حبت تعترف أنه هي جوعانة وتقلها لماميتها أنه أنا بدي أكل، قررت أنها تظل مصرة، وهذا الشيء خلاها تبقى جوعانة
تتعب وتنعس. وظلت في غرفتها تلعب حتى حان موعد النوم، فطلبت أمها أن تغسل أسنانها لتخلد إلى النوم، لكن جواب لولو كان طبعا: لا لا أريد، أريد أن أبقى ألعب وأشاهد التلفاز. بلت لولو بدها تلعب وتشوف تلفزيون وما بدها تروح تنام ولا بدها تغسل إيديها، ومتوقعة أنه ماميتها هلأ رح تقلها لا قومي، لكن أمها فاجأتها فقالت لها: حسنا يا حبيبتي كما تريدين. انبسطت لولو كمان أنه ماميتها ما رح تنق عليها وتقلها يلا قومي، أوكي شو بدها أحلى من هيك، ضلت عم تلعب. فبقيت لولو تشاهد التلفاز حتى الساعة 11 بقيت للساعة 11 سهرانة، ولم يطلب منها أحد أن تخلد إلى النوم. فشعرت بنعاس شديد ونامت على الأريكة دون أن تغسل أسنانها. رأتها أمها فحملتها إلى السرير، طبعا لأنه سهرت كتير تعبت ونعست ونامت، فحملتها ماميتها وحطتها بالتخت وغطتها وتركتها مثل ما بدها، خلتها هي لحالها تجرب شوف شو رح يصير. في الصباح حاولت مجهدة أن توقظ لولو، لكن لولو كانت نعسة لأن سهرت كتير بالليل، ما رضيت أنها تقوم تنام وقت اللي طلبت منها أمها، بقيت سهرانة قامت نعست. تاني نهار بدها قدرانة تقوم لأنه بدها تنام شوي كمان. استيقظت لولو أخيرا وهي تشعر بتعب وجوع شديدين، فتناولت الفطور وذهبت إلى المدرسة. دخلت لولو إلى الصف وكانت المعلمة تأخذ من التلاميذ الفروض وتعطي ملصق نجمة ملونة لكل من حل الفرض صحيحا. أعجبت لولو بالنجمة، كل حدا حالي للوظيفة صح عم يأخذ نجمة من الأنسة، بس لولو شو عملت مبارح متذكرين؟ صح ما حلت الوظيفة، لذلك لم تأخذ النجمة التي أعجبتها. شعرت لولو بالحزن، زعلت كتير لولو لأنه الأطفال التانيين اللي بالصف رفقاتها صار معهم نجمات وهي لا، لأنه هي ما حلت الوظيفة ما اشتروت الشيء اللي مطلوب منها. وكانت أيضا تغمض عيناها كلها بضع دقائق لأنها تشعر بيعس شديد. لم يصفق أحد للولو لأنها لم تعطي أي جواب طوال اليوم، كل ما تسأل الأنسة كل ما يحاولوا يحلوا الوظيفة سوا ما تعرف تجاوب لأنها ما درست قبل بيوم، بقيت عم تلعب. ماما ميتة قالت لها قومي، قالت لها ما بدي، تعي كلي، قالت لها ما بدي. كانت لولو جوعانة ونعسانة وتعبانة، كان اليوم ما انه لطيف ابدا، كتير تعبت بهذا اليوم، كان نهارا متعبا جدا وغير حماسي. لولو فتاة ذكية دائما تحصل على الملصقات والتصفيق لأنها لم تحصل اليوم على أي شيء. أدركت لولو أن كلمة لا هي السبب، فلا هي أبقتها جائعة وهي التي جعلتها تشعر بالتعب والنعاس، فقررت لولو ألا تستخدم كلمة لا إلا وقت الحاجة. تمام؟ يعني هي ما المشكلة إنه أنت ما لازم تقول لا أبدا، لا فيك تقول لا، بس قولها بالمحل المناسب. ما كل ما قالوا لنا بابا أو ماما شغل نقول لا ما بدي، نفكر بعقلنا شو هو الشيء. فأحضرت ورقة وقصتها على شكل نجمة وألصقت بها عصا وكتبت على النجمة كلمة نعم، وجعلت هذه الكلمة كالعصا تصنع العجائب مثل العصاي. كلمة نعم، وصارت تحرك العصا عندما تطلب منها أمها أن تحل فروضها كي تحصل على ملصق جميل، وكذلك وقت النوم كي تبقى نشيطة وفرح وسعيدة ثاني يوم. فرح والدة لولو بهذا التغيير وعرفا أن لولو صارت تعرف بنفسها نتائج كلمة لا. توتي توتي خلصت الحدوتة. مثل ما قلنا ما غلط أن الواحد يقول لا، بس بده يفكر قبل ما يقول، ما في داعي إنكم دائما تقولوا إيه، بس كمان لما بدكم تقولوا لا عرفوا ليش عم تقولوا لا، ما مجرد تقولوا لا ما بدي وبس، لازم يكون في سبب. فوقت بقولوا لنا احنا صار وقت الاكل تعوا ناكل، ما تقولوا لا لانه بس بدكم تقولوا لا، روحوا كلوا حتى لو ما جوعانين، عدوا مع اهلكم على الطاوله كلوا لقمتين وبعدين رجعوا لعبوا. وقتكم تحلوا الوظائف تبع المدرسه كمان لازم تقوموا تسووا مشان ثاني نهار تروحوا على المدرسه وعرفانين شو بده يصير. هلأ رح ننتقل لقصة ثالثة، قصة الجندب المتفائل. الجندب
كان هناك جندبان جند كان هناك جندبان يدعيان هوبي وجريني. كانا صديقين، كانا يعيشان في حديقة منزل كبير وجميل يوميا، وكان هذان الجندبان يقفزان في الأرجاء ويلعبان سوية. على الرغم من أنهما متكافئان في القوة دائما، إلا أن هوبي كان يعيش بأمل وتفاؤل بينما سيطر اليأس على حياة جريني. كان واحد من هذول الجندبين سعيد وبحب الحياة ومتفائل، والثاني ما فارق معه لا يخلعه. في أحد الأيام بينما كانا يلعبان في الحديقة، قفز هوبي إلى داخل مطبخ المنزل وقال: انظر يا جريني، هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أكلها. فقفز جريني أيضا إلى داخل المطبخ المليء بالطعام اللذيذ، وأسفا، سقط الصديقان في وعاء الحليب. فاتوا لقلب المطبخ، لقوا أكل كتير حلو وظريف، بس وقعوا بقلب طنجرة الحليب، وهنن ما عاد يقدروا يطيروا بجناحاتهم لأنه انبلت بالمي، ما عاد يحسنوا يفردوها. بذل الصديقان أقصى جهد كي يقفزا خارج الوعاء، لكنهما لم يتمكنا. سبحا مرارا وتكرارا، قاوم جريني مدة من الزمن، لكنه استسلم وقال: من المستحيل الخروج من هذا الوعاء، لقد استسلمت، لا أريد المحاولة مرة أخرى. مع الأسف استسلم لمعاناته وغاص إلى أسفل الوعاء. ما عاد بده يحاول، ترك حاله يقع شوي شوي جوا الوعاء، وما رضي أبدا أنه يحاول يطلع. في المقابل لم يفقد هوبي الأمل واستمر بالمقاومة، وفكر في نفسه: يبدو الأمر صعبا، لكني لن أتوقف عن المحاولة. من يدري، من الممكن أن تحدث معجزة، أن يحدث شيء جميل أو جديد. وفعلا وهو يحرك ساقيه بسرعة، صار يحرك رجليه بسرعة 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 بسرعة، تحول الحليب إلى زبدة. بتعرفوا الحليب والزبدة جاي من الحليب، كيف بنحركه بسرعة 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 على النار بزاوية وبتقوم بصير زبدة. هلا تحركوا بسرعة، قام صار زبدة، الزبدة قاسية، فصار يقدر يمشي عليها، وتمكن من التسلق والخروج من الوعاء سليما. قدر انه يطير ويطلع برا الوعاء وبقي عايش. توتي توتي خلصت حتوتي. بدنا نفكر سوا، اذا صار معنا اي مشكلة ما لازم نقص، لازم نضل نحاول انه نغير، لازم نضل نحاول انه نبذل جهد تاني لطيف، ما نروح من ايدنا شيء. وهلا رح نقرا قصة الكوالا الصغير لما راح على مدينة الملاهي. أي مدينة الملاهي؟ كانت كوالا الصغيرة عائدة إلى البيت. أي كوالا الصغيرة وهي ماميتا. كانت كوالا الصغيرة عائدة إلى البيت من مدرستها مع رفيقها الهامستر سمور، ومرت من أمام مدينة الملاهي، فسألت أمها: هل تسمحين لي بأن أركب في لعبة الخيل؟ تعرفوها هاي اللعبة؟ اللي هي الأحصنة بالدور، تركبوا عليها مع موسيقى. فأجابتها أمها: أجل، ولكن مرة واحدة فقط. بس مرة لأنه بدنا نروح على البيت مستعجلين. هي هدفت الكوالا الصغيرة في شدة المرح، وتوجهت مسرعة مع سمور نحو لعبة الخيل. رقدوا بسرعة مشان يركبوا فيها، بينما ذهبت والدتها لشراء التذاكر. أريد أن أركب على الدراجة النارية، صاح سمور. فأجابته الكوالا: أنا أريد أن أركب في الأتوبيس. سمور طلع على الميتور، وكوالا ركبت في الباص. وأخيرا قررت كوالا الصغيرة وسمور أن يركبا في الطائرة، ما بده لا ميتور ولا باص. وسمعا صاحب اللعبة يقول بواسطة مكبر الصوت: اربطوا أحزمتكم واستعدوا للانطلاق. ثم بدأ عزف الموسيقى وبلشوا يدوروا. انظري يا ماما كيف نطير في الهواء، صاحت كوالا الصغيرة. تعرفوا ما هني بيطلعوا بينزلوا، فحست الكوالا أن الطيارة تبعيتها طارت بالهواء. وكانت كلما مرت مع سمور من أمام أمها تناديها وتلوح لها بيديها وتصرخان معا: كوكوك 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 كوكوك. فجأة صاح جميع الأطفال معا: انظروا الطابة. حاولت كوالا الصغيرة أن تلمس الطابة، لكنها لم تتمكن من التقاطها لأنها عالية جدا. فنادت الهامستر الصغير قائلة: هيا يا سمور، ساعدني للإمساك بها. هي الطابة الصغيرة عم يحاولوا اثنيناتهم انهم يمسكوها. وبقفزة من هنا وشقلبة من هناك استطاع سمور بعد ثلاث محاولات
الأمولات أن يلتقط الكرة الطابي الصغيرة قبل أن تقع بين ذراعي كوالا الصغيرة التي كادت تطير من الفرح. وعندما انتهت الموسيقى توقفت اللعبة، لعبة الخيل الخشبية، عن الدوران. فرفعت كوالا الصغيرة الطابة وقالت لوالدتها: لقد ربحنا دورة ثانية. هاي اللعبة لما بكون هن عم يدوروا بزدوا أصحاب اللعبة اللي شباك تذاكر بزد الطابة، فإذا قدرتوا تمسكوها تربحوا دورة ثانية بالمجان. فلم تستطع أمها أن ترفض طلبها، لكن كوالا الصغيرة وعدتها أن تكون آخر لفة، لأنه هلأ صح ربحوها، بس هي وعدتها من قبل لماميتها أنه مرة واحدة. لما ربحت الجائزة وافقت الأم أنه أوكي خلاص يلا مرة تانية وبس، بعدها من نروح على البيت. هذه المرة ركبت كوالا الصغيرة مع سمور في عربة الإطفاء، فضحكا وتسليا كثيرا وهما يطلقان الزمور. ولكن عندما توقفت اللعبة بدأ الانزعاج على وجههما، فقالت كوالا الصغيرة لأمها: هل أستطيع أن ألعب مرة أخرى؟ حاولت ماما كوالا أن ترفض، لكن بابا كوالا وصل إلى المكان وسأل: من يريد تناول المثلجات؟ بيبدو آيس كريم تاكل بوزة؟ وافق الهامستر وقال: يم. ثم انقض على علبة الآيس كريم وغاص فيها حتى تلطخ شاربه. هاي الآيس كريم، هاي الهامستر، البوزة. وهيك تسلوا سوا ولعبوا وقضوا نهارهم وهن مبسوطين بمدينة الملاهي. أتمنى تكون القصة عجبتكم وظريفة ولطيفة. هلا الأسبوع الجاي رح أرجع أشوفكم، أو بعد كم يوم تقريبا ما بعرف. أتمنى بهذا الوقت تبقوا عم تديروا بالكم على حالكم وتهتموا بصحتكم. ومثل ما اتفقنا ما بدنا ننسى دائما ننظف إيدينا وما نمسك شغلات غليظة برا، لأنه في فيروس كورونا، في كتير جراثيم برا موجودة. أوكي؟ ديروا بالكم على حالكم وكونوا بصحة وسلام. شوفكم بعدين. تشوس، باي باي.